سيرة الدين ونادي في تحية ونادي في تحية شكون خضرة بالأهلية وفيها الله يعطيها الخية ولا صحة لا تربية وفيها المنسية ولا هي المنسية ولا صحة لا تربية ولا صحة لا تربية وألف ليلة ليلة ديال الرؤوس الكبار كيتهودوا من الارض وكيهودوا لمن كيهودوا الناس الضعاف كيسمعوا لهم كيسنطوا لهم فهمت المقاطعه كتقسم في الجيوب وهذوك الكبار يقسم في الجيوب كيهود عندك فهمت هذه الاخر مزيانه ولكن الا كانت المقاطعه غادي تكون في المستوى ولكن خاص تكون المقاطعه علاش علاش لا واحد منتوش واحد منتوش غادي نشدوه نشدو غير واحد المنتوش واحد غير جيز ما صوت ما نعمش البلاد انا هنايا ما نعمش البلاد العمر خمسه يهضروا ونقضي الغلط ونخليها في الدار الى ونعاونوا صحابنا ديال النقل السري عاونوهم هذوك خدامين البوطه مزيان عاونوهم علاش حيت هما هذوك رجال هذوك صحاب السياسة ولا اخر ما كيكونوش معنا ما كيكونوش معنا في الشارع وتحيه للبلديه والشارع هل كتجي المشاركة نتاعنا اليوم إحياء لذكرى حركة 20 فبراير المجيدة واللي كما كنعرفوا جميعا أن حركة 20 فبراير 2011 جات في واحد السياق دولي وإقليمي اللي تحت مجموعة من الأنظمة الديكتاتورية لكن 20 فبراير إحنا في المغرب كانت عندها خصوصيتها بحيث أن سقف المطالب وقف عند المطالبة بتحسين معيشة وظروف المواطن المغربي واليوم إحنا كنعرفوا ان الرمزيه ديال حركه 20 فبراير في ذهنيه المواطن المغربي لها رمزيتها كبيره وبالتالي هي شيء عادي في ظروف اللي كتميز بغلاء المعيشه وارتفاع فاحش للاسعار بالتالي اعتقد ان الخروج اليوم ذكرى 20 فبراير سيستمر الى حين التراجع على هذا الغلاء الفاحش اللي كتعرفوه جميع المواد الغذائيه والمواد على الصعيد الوطني شكرا سي الجوهري شكرا سي الجليل اليوم 20 فبراير الشعب المغربي كله عبر التراب الوطني خارج المسيرات الخليجيه ماشي فقط لان 20 فبراير اللي كتذكرنا في التاريخ اللي عفوا النظام الشعبي المغربي ولكن لان الوضعيه الصعبه اللي كيعيشوها المغاربه في ظل هذه السياسه الحكوميه هي اللي خلات الناس يخرجوا يعبروا على الظروف الصعبه اللي كيعيشوها غلاء ديال الاسعار الجفاف العطاله كلها اسباب اللي خلات واحد الاحتقان كبير في الشارع المغربي ما غاديش نبالغوا الا قلنا على اننا على ابواب المجاعه الجماعيه في المغرب لان الحكومه ما خذتش اي تدابير اللي ممكن تسعف الوضعيه اللي كنعيشوها الهيئه المغربيه لحقوق الانسان عندنا قرار وطني باش نشاركوا ونكونوا حاضرين في كل المحطات اللي الاحتجاجيه اللي كيعيشها الشعب المغربي في على هاد الاوضاع هادي شكرا الزيت راه دير 20 درهم مضرور كلشي مضرور لان ملي كترتفع الاسعار وما كيكونش الرواج ملي كتنقص القدره الشرائيه فرحنا على ابواب مجاعه وهذا اللي عرفناه اليوم في سوق الحد ديال قنيطره هجوم غير مسبوق على الممتلكات ديال الناس الخضاره اللي كانوا يبيعوا الشعب ما لقى ما ياكل ومشى رفض الخضره ومشى لانه غادي نوصلوا لواحد الوقت يعني كاملين
ينجحوا كاملين ينموتوا كاملين. تحيات سي محمد، شكرا على التدخل ديالك. شكرا. تحيات خويا عبد الجليل، كنشكر مجموعه ديال الحضور اللي حضروا هذا التظاهر العظيم اللي كتمس الجيوب ديال المواطنين وكتمس القدره الشرائيه ديال الفقراء، وركزت على انها يعني غادي يكون مظاهرات سلميه حتى هذه الحكومه هذه اللي راه تعنت وكتزيد التعنت باش تركع للشعب. الشعب حيت هو اللي طلعها، هو اللي غادي يهودها باذن الله. الشعب هو اللي طلعها، هو اللي غادي يهودها، هو اللي غادي يوصلها للحريض ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السكينه ديال زيو فاجاتني، يعني هادشي ماشي يعني كان معروف عليهم بان السكينه ديال زيو في الوقفات الاحتجاجيه سابقا، وبالنسبه لي انايا اليوم برهنوا لي بانني كنت على غلط ملي قلت بان المجتمع المدني في زيو انضجر لعده اسباب. لان اليوم هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي كانت وانتهت المسيره، ما كناش كننتظروا هذا الكم الهائل ديال الناس اللي خرجوا، هذا خرجوا بهذه الكثافه، يعني الناس راها مضروره فعلا، يعني وصلهم الضرر. اليوم رغم ان الظروف ماشي هي هذيك، وان لما شي حاجه اللي فرحتني بزاف ملي شفت الكثافه ديال السكان ورجع عندنا ما يسمى بالمجتمع المدني. اليوم الوقفه كانت تلقائيه، رغم اننا بين الناس اللي كنا دعينا لها، حنا بين الناس اللي كنا دعينا لهذه الوقفه، يعني كنتمنى السيمانه الجايه ان شاء الله، اللي باقي ما حددناش النهار اللي غادي تكون السيمانه الماجيه، يعني كنتمنى من الناس اللي حضروا ما في واحد اللجنه يكون فيها ما بين 15 ولا 20 شخص، باش المره الماجيه ان شاء الله يكونوا هما يدخلوا في النطاق ديال التنظيم وفي النطاق ديال لجنه الشعارات. اليوم كان واحد النوع ديال الارتباك في كانت عفويه، لانها كانت خرجت عفويه، يعني كنتمنى ان شاء الله السيمانه الماجيه ملي غادي الوقفه الجايه غادي تكون مؤطره من طرف ولاد الشعب. حنا ما بغيناش الاطر، يعني انا من هذا النداء كنوجه للاطر، ما بغيناش شي اطار ينزل عندنا باسم الاطار ديالو، حنا بغينا هذه الوقفات الاحتجاجيه ديال اليوم واللي جايه مستقبلا نخرجوا كولاد الشعب. اما الاطر راه بصفتي انا كنقول بان راه ما كيمثلنا حتى شي اطار، لا الاطر التربويه ولا الحقوقيه كاملين، ولا النقابيه ولا حتى شي حاجه، حنا بغينا نخرجوا للشارع باسم ولاد الشعب وغادي نقدموها ولاد الشعب. وشكرا لزيو سيتي على هاد المواكبه ديالها، ولنا لقاء الاسبوع الماجي ان شاء الله. شكرا. غادي نحددوا الوقت والنهار. شكرا.